امتلاك منزل هدف يسعى إلى تحقيقه العديد من التونسيين، هدف بات حلما صعب المنال لدى البعض فيما ودعه البعض الآخر. تونسي صعيب ياسر باش يشري دار، ويشري حتى نمرو تراب صعيب ياسر. كان خذا أرض ما ينجمش يبنيها، وكان عنده باش يبني ما ينجمش باش يعرس. حاجة مستحيلة، اللهم ناس أخرى اللي تشري. هاو مدين فوغيش تبارك الله طالعين. أما الطبقة متوسطة مستحيلة، حتى التفكير مستحيل. غلطت ياسر، تكلفة غلطت ياسر، الأرض غلطت ياسر. كيف تجي تحسبها بالفلوس تلقى عندك الدار أقل دار باش تاخو اس بلس دو، القرض نتاعها في الشهر ما أقلش من 1,200,000. هو وين مش يسكن، هو وين مش يصرف، هو وين مش يصب بيسونس، هو وين مش ياكل، دونك ما فما حتى حل باش تشري دار. وبهدف تيسير امتلاك أو بناء مسكن أو اقتناء قطعة أرض، تمت مراجعة وتحوير الأمر المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، تحويرات يستفيد منها التونسيون الذين تتراوح مرتباتهم الشهرية بين مرة واحدة وست مرات الأجر الأدنى المضمون خام. الأجر الأدنى اللي هو حوالي 495 دينار إلى ست مرات الأجر الأدنى حوالي 2970 دينار. الفئة الأولى من التدخل هي شروط القروض نتاعها في حدود معناها تكون 1% كنسبة فائدة، القرض يتسدد على 25 سنة، عنده إمكانية الحصول على منحة ب 10% من ثمن المسكن. الفئة الأولى اللي هي الدخل نتاعها يتراوح بين مرة ومرتين ونص الأجر الأدنى، يعني حوالي بين 495 دينار و 1237 دينار، هذوكم هما ينجموا ينتفعوا من المنحة هذيك. بالفائدة نتاع التدخلات الصندوق هي نسب معناها فيكس، يعني تتراوح بين مرة 1%، 3%، 5%، و7%. وللاستفادة بهذه التسهيلات وفق الشروط المضبوطة بالأمر، يمكن للتونسي التوجه إلى بنك الإسكان الذي عهد له بالتصرف في موارد الصندوق. يقتني قطعة أرض لازم يكون معناها يكون عنده معناها ما يفيد اللي هو مش يقتنيها، لابد أن تتوفر في الأرض هذيك أنها تكون قابلة للبناء داخل مثال التهيئة. المساحة نتاع المقسم ما يفوتش 250 متر مربع. اقتنى مسكن لدى باعث عقاري اللي هما ثم الخواص وثم البعثين العموميين، أنه المسكن ما يفوتش المساحة نتاعو 120 متر مربع، ثمن بيع المتر المربع ما يفوتش 3.3 مرات الأجر الأدنى، يعني ما يعادل 1630 دينار المتر المربع. دونك احنا المسكن هذا ناخذ مسكن نتاع 100 متر مربع مش يكون في حدود 131,000 دينار، وهو ينجم ياخو في حدود 90% من ثمن المسكن هذا. هذا ويمكن الاطلاع على قائمة المشاريع المنجزة والمزمع تمويل بيعها عن طريق صندوق بموقع واب وزارة التجهيز، مساكن يتراوح عددها بين 700 و1000 مسكن سنويا.